الحمد لله رب العالمين أنعم علينا بالنعم الكثيرة ومن نعمه علينا أن هدانا لدين الإسلام وأن أنزل علينا القرآن وأن بعث فينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجنا به من الظلمات إلى النور وليكون من اسباب سعادتنا وطهارتنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له امر ان لا يعبد الا اياه فعبادته وحده توحيد وصرف العباده لغيره شرك وتنديد واشهد ان محمدا عبده ورسوله دل الأمة على ما فيه خيرها وسعادتها ونجاتها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد ففي هذه الدورة المباركة التي تقيمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإشراف من معالي الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، والتي اتخذت عنوان الشمائل المحمدية، أعطي هذا الدرس عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقدم ذلك بمقدمة عن حجية السنة النبوية مع بيان المراد بها، يراد بالسنة النبوية الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل أقواله وافعاله وتقريراته. ولذا فان سنه النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني افعاله والقسم الثالث تقريراته. وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم من مثل قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، ومن مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه الحديث وأما السنة الفعلية فمن مثل صلاته صلى الله عليه وسلم وأدائه لنسك الحج والعمرة وأما تقريراته صلى الله عليه وسلم فمن مثل إقراره لبعض صحابته بأكل لحم الضب على مائدته، والسنة النبوية حجة شرعية بإجماع أهل العلم، وقد دل عليها نصوص كثيرة واستدلالات متعددة، ولعلي أعرض لنماذج من ذلك، فمن أدلة حجية السنة النبوية ما تواتر في كتاب الله عز وجل من الأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقوله جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول إن كنتم مؤمنين وقوله قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين بل ربط طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الله كما في قوله جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله. والدليل الثاني ربط الهدايه في كتاب الله عز وجل باتباع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والامر بالاقتداء به كما في قوله جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وقوله وما اتاكم الرسول فخذوه وقوله واتبعوه لعلكم تهتدون والدليل الثالث ما قام من الأدلة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن مقتضى كونه رسولا لله عز وجل أن يُحتج بسنته قال تعالى: محمد رسول الله وقال سبحانه وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ومن الادله على حجيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان عددا من الاوامر القرانيه لا يمكن امتثالها إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أمثلة ذلك قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فإن ما تجب فيه الزكاة ومقدار الزكاة إنما يعرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في أحكام عديدة وأوامر كثيرة في القرآن لا يمكن امتثالها إلا بتفسير السنة النبوية. ولذا قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم الايه وقد حاول بعض الناس ان يشكك في هذا الباب بدعوى احتماليه وجود ما لا يوثق فيه مما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الدعوه لا يلتفت اليها فإن وجود الضعيف في السنة دليل على قوتها وذلك أن علماء السنة ميزوا الضعيف من الصحيح وعندهم من الشروط والاحتياطات والبحث في أحوال الرجال وفيما يعرض لهم مما قد يؤثر على حفظهم وروايتهم ما يجعل الانسان يثق زيادة ثقة بهذه السنة، ثم ان الجهود الكبيرة التي وجدت في السنة بتدوينها وتنقيتها ومقارنة بعضها ببعضها الاخر والبحث في ما يطرأ على الرواة من العوارض ما يزيدنا ثقة بحجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فإن البحث في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في حجيتها ينطلق من البحث في حجية السنة النبوية لأن السنة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. والسنة النبوية التي حرص الأئمة على نقلها وروايتها وتدوينها لا شك أنها محفوظة بحفظ هذه الشريعة وقد قال تعالى: إنا نحن نزلنا إليك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فمن مقتضى حفظ هذه الشريعة ومقتضى حفظ هذا الذكر أن تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بينت معاني القرآن ووضحت المراد به، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام متعددة. فاول هذه الاقسام الافعال الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم فان الله جل وعلا قد خص نبيه الكريم باحكام لا تشمل غيره من افراد الامه وقد نص على خصوصيتها ومن امثله ذلك ما ورد في قوله تعالى انا احللنا لك ازواجك الى قوله وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين فان قبول الهبه في الزواج قد خصه الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم لا يماثله غيره في هذا الحكم من أمثلة ذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم بتسع من النسوة فإن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ولذا قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقد رو وقد ورد في عدد من الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كان عنده اكثر من اربع نسوه لما اسلم ان يمسك اربعه وان يفارق سائرهن. ولا شك ان الاصل ان الامه تقتدي بهذا النبي الكريم وان الاصل ان ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يشمل امته الا ما ورد دليل على خصوصيته ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختص ببعض الأحكام سأله صحابته في ذلك. فمن أمثلة ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصوم. فقالوا يا رسول الله إنك تواصل. فقال إني لست كهيئتكم. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلم, يعت... فلم يرد عليهم مقالتهم بأن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم مغايرة لأحكام الأمة، وإنما أوضح في خصوص هذه المسألة وجود معنى يختص به لا يوجد في بقية أفراد الأمة. النوع الثاني من أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال الجبلية العادية، فإن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة والجبلة، فإنه يحكم عليه بأنه على الإباحة والجواز. ومن أمثلة ذلك ركوب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره على الجمل، فإنه ليس على جهة العبادة لله جل وعلا، وإنما فعله عادة أهل زمانه، فهذا النوع من أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاباحة والجواز ولا يؤخذ منه مشروعية الاقتداء بافعاله صلى الله عليه وسلم ومن امثلة هذا النوع ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ضفائر في شعره فان هذا لم يفعل على جهة القربة والعبادة وانما فعله مجاراة لاهل زمانه. ومن امثلة هذا النوع اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم. فانه انما اتخذه لما قيل له بان ملوك زمانه لا يقبلون الكتاب الا اذا كان مختوما. فاتخذ الخاتم. ومن امثلة هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع اللباس فإنه لم يتخذه على جهة القربة والعبادة وإنما لبس العمامة أو لبس غيره من أنواع اللباس لكون ذلك اللباس هو لباس أهل زمانه وإذا وقع التردد بين فعلٍ هل هو على جهة العادة أو على جهة العبادة فإننا ننظر إلى السبب الداعي لذلك الفعل هل فعل على جهة التقرب أو ما الداعي لذلك الفعل ومن أمثلة ما وقع التردد فيه جلسة الاستراحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه يجلس جلسة خفيفة في صلاته بعد الركعة الأولى والثالثة قبل أن يقوم للركعة الثانية يجلس بعد الركعة الأولى قبل أن يقوم للثانية فهذا مما ورد فيه خلاف العلماء هل جلسه النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العبادة أو على جهة العادة. فقد قال طائفة بأن هذه الجلسة مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها في صلاته. وقال آخرون بأن أكثر الرواة الذين رووا جلسة رووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة ولعله انما جلسها لما كبر سنه وثقل لحمه فحينئذ ننظر ما الداعي لهذه الجلسة؟ هل هو كبر السن او انه جزء من اجزاء الصلاة؟ فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. النوع الثالث من أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع بيانًا لحكم شرعي فإنه يأخذ ما هو بيان له. ومن امثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وإن كان قد ورد في حديث المسيء في صلاته أنه أمره بأفعال في الصلاة، وبالتالي كانت هذه الأفعال أفعالا واجبة في الصلاة، لأن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. ومن أمثلته ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل وجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وبالتالي ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الأفعال في النسك فإننا نحمله على الوجوب إلا أن يرد دليل يدل على عدم وجوبه، ومن أمثلة ذلك مثلا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة عرفة في ميناء فهذا فعل من الأفعال النبوية لكن ورد في حديث عروة بن مضرس أنه لم يبت تلك الليلة في ميناء وقال يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا في عرفة إلا وقفت فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفه ساعه من ليل او نهار فقد تم حجه فدل هذا على ان افعاله في يوم الترويه وليله عرفه في منى على الاستحباب وليست على الوجوب ومن هذه القاعده استدل بعض اهل العلم بوجوب ما كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال في خطبة الجمعة فإنها قد وقعت بيانا لما ورد في الشريعة من إيجاب الجمعة وخطبتها والنوع الرابع وقبل أن ندخل في النوع الرابع نبه على جزئية من القسم الثاني ألا وهي أن الأفعال النبوية التي وقعت على جهة الجبلة والعادة لا يجوز لنا أن نتعبد لله عز وجل بها، ومن أمثلة ذلك كونه صلى الله عليه وسلم يحب نوعًا من الطعام أو كونه قد نزل في موطن من المنازل أو نحو ذلك، وإن كانت أفعالًا واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها على جهة العادة، فلا يصح بنا أن نفعلها على جهة العبادة، ونقول نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فإن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أمر الباطن وأحكام النية أولى من الاقتداء به في الصورة الظاهرة والموافقة في الباطن أعظم وأولى من الموافقة في الظاهر مع المخالفه في الباطن. النوع الرابع من افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله على جهه القربة والعباده. فلا شك ان هذا النوع يشرع لنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأن ذلك يعد من أنواع القرب ولكن البحث هل هذه الأفعال تدل على الوجوب وأن الأصل في هذه الأفعال أنها فرض على المسلمين يجب عليهم أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها أم أن الاقتداء به في تلك الأفعال على جهة الاستحباب؟ قولان لأهل العلم، القول الأول أن هذه الأفعال على جهة الوجوب وبالتالي تحمل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب هذا القول على الإيجاب متى كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التقرب لله عز وجل ولم تكن من الخصائص النبوية استدلوا عليه بعدد من الأدلة منها قوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. قالوا: والأصل في الأوامر أن تكون على الوجوب واتبعوه على وزن افعل من صيغ الأوامر فتكون على الوجوب، وقد دل على وجوب امتثال الأمر نصوص كثيرة منها قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والقول الثاني أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي وقعت على جهة القربة والعبادة تحمل على الاستحباب والندب دون الوجوب، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله على الجميع، واستدلوا على ذلك بما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم ينكر اصحابه على ترك الامتثال به في افعاله صلى الله عليه وسلم في مواطن عديده فان الصحابه قد تركوا عددا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على جهة القربة والعبادة فدل هذا على أن أفعاله التي وقعت على جهة العبادة لا تحمل على الوجوب إلا بدليل ولعل هذا القول أرجح القولين في المسألة وأما الاستدلال بقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون فإنه مخصوص بالسنة الإقرارية في هذا الباب ومحمول على الاستحباب لا على الإيجاب فهذا شيء مما يتعلق بافعال النبي صلى الله عليه وسلم واحكامها وحجيتها اسال الله جل وعلا ان يزيد الجميع من العلم النافع وان يوفق الجميع للعمل الصالح وان يصلح للجميع النية واحث في ختام هذه الكلمه اخوتي الاعزاء على احتساب الاجر في نقل افعال النبي صلى الله عليه وسلم للامه والحرص على تعليم الامه سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم في ختام هذه الكلمه اثني بالشكر على الاخوه في اداره الارشاد في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على جهودهم ونشاطهم في تعليم العلم ونشره وترتيب الدروس والمحاضرات والندوات والدورات في هذه المواطن العظيمة كذلك اشكر لهم استغلال التقانه الحديثه بوسائلها في نشر العلم بارك الله فيكم جميعا ووفقكم لما يحب ويرضى كما اسال الله جل وعلا ان يوفق جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها لما يحقق لهم الخير والهدى والصلاح واساله جل وعلا ان يجعل ولاة امور المسلمين سببا من اسباب الهدى والخير، كما اسال الله جل وعلا ان يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لكل خير، وان يبارك في جهودهم الخيرة النافعة، وان يجزيهم خير الجزاء، وان يعظم لهم الاجر والثواب، على ترتيب أمور الحرمين وتهيئتهما والقيام على شؤون الحجيج والمعتمرين كما أسأله سبحانه أن يوفقهم لما يحب ويرضى هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد الامين. والى اللقاء في لقاءات اخر ودروس قادمة ودورات مرتبة بفضله جل وعلا وصلى الله على نبيه محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا